أهلا أهلا، من الفرن مباشرة. تعالوا على طول، راح نضيف الملوخية اللي فرمناها، وراح نضيف عليها مرقة الدجاج. أنا ما وريتكم الخطوات أبد، اطبخوا دجاج بالطريقة المعتادة، ونستمر بالتحريك لحد ما يوصل للقوام اللي حنا نبي، وبعدين نفتح النار. وصلت للقوام اللي أبي، بفتح النار عليها واتركها على جنب، ونروح نسوي الطشة. حطيت بالمقلة كمية حلوة من الزيت، راح أنزل عليها بعد كمية حلوة من الثوم المهروس، وأستمر بالتقليب. بدأت تطلع عندي ريحة الثوم، وطلعت ما شاء الله عجعجت بالمطبخ كله. راح أحط الكزبرة الناشفة، كثير يحطون الكزبرة الفريش، لا ما أنصحكم أبدا، الناشفة أحلى بكثير. شوفوا لونها تبارك الرحمن، شايفين لون الثوم تبارك الرحمن. راح أضيف الآن لون الملوخية، ولاحظوا القوام. نرجع نردها مرة ثانية.